بدأت بمشكلة كبيرة، بدأت في نهاية الشوط، يعني زي ما تابعنا في نهاية الشوط الأول كان في مشكلة، وواضح ان الكابتن محمد فاروق حكم اللقاء أجل الحسم وأجل قراره في حسم هذه المشكلة إلى أن يبدأ أو إلى أن يعود الفريقان إلى أرض الملعب في مباراة الشوط الثاني. بالفعل مع دخول الأهلي وإنبي لأرض الملعب دخل طاقم التحكيم، فوجئنا ببطاقة حمراء توجه في وجه رمضان صبحي. هذه بداية المشكلة مع نهاية الشوط الأول. رمضان داخل افتعل مشكلة، يبدو أنه تفوه بألفاظ أو شيء مع رامي صبري. ده مع بداية الشوط الثاني بقى المشهد اللي قدامنا ده، محمد فاروق خد قراره بين الشوطين، ويبدو كمان انه يعني استشار مساعديه، وممكن يكون يعني خد وقته في التفكير وفي اخذ القرار. المهم يعني نزل بداية الشوط الثاني وهو واخد القرار تماما، ورفع البطاقة الحمراء في وجه رمضان صبحي. رمضان تألق في الشوط الأول وتسبب